السؤال اللي جاي سؤال سهل، ولكن زي ما دايما بقول السهل الممتنع. سرعة البديهة. والسؤال هو: ثلاثة أرقام متتالية حاصل ضربهم 24، فما هم؟ إسماعيل. 2 في 3 في 4. إجابة صحيحة طبعاً. 2 في 3 في 6 في 4 في 24، ودي سرعة بديهة. الرعد تقدموا 110، الرعد المغامرون 85. هنخرج